إسرائيل تمر في الفترة الأخيرة بموجة من الغلاء الحقيقية، وهذه المرة الشارع الإسرائيلي يهدد الحكومة الحالية بمظاهرات جمة. يجب الذكر بأن الأسواق الإسرائيلية غالية جداً، والشارع الإسرائيلي يذهب هذه المرة إلى مناطق غريبة، إلى برطعة في المناطق الفلسطينية، وذلك جراء الرخص الموجود في هذه المناطق. الأسواق الإسرائيلية في الأيام الأخيرة تعيش ظروفاً صعبة، والحكومة الإسرائيلية تحاول استدراك هذه الأزمة من خلال إصلاحات جديدة سوف تقوم بها الحكومة الإسرائيلية في الأيام الأخيرة. شكراً لمشاهدتكم الإنفو لايف، كان معكم فراس حامد من القدس.